يتحدثون عن اللباس الشرعي للمرأة، وخاصة إذا كانت في أحد الحرمين أو كانت في مجتمعات نسائية أو كانت تؤدي لصلاتها. جزاكم الله خيرا. اللباس الشرعي للمرأة المسلمة هو ما يستر جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمين، يعني تلبس من الثياب الضافي الذي يسترها سترا كاملا، ويكون غير ضيق يبين أحجام أعضائها، بل يكون فضفاضا ولا يكون فيه زينة تخرج بها إلى خارج البيت، لأن هذا هو التبرج المنهي عنه، التبرج بالزينة، ولا يكون فيه تشبها، لا يكون فيه تشبه بالكافرات، بل يكون من لباس المسلمين، ولا يكون فيه شهرة ومخالفة لما جرت عادة نساء البلد بلبسه. كل هذه من مواصفات لباس المرأة المسلمة، أن يكون ساترا لجسمها، أن يكون واسعا غير ضيق، أن لا يكون فيه زينة عند خروجها به خارج البيت، أن لا يكون فيه تشبه بالكافرات، أن يكون مما جرت عادة نساء البلد بلبسه وليس هو من ملابس الرجال، فلا يكون في لباسها تشبه بالرجال ولا تشبه بالكافرات. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. وأما لباسها في الصلاة فإنه أكمل من ذلك، فإن للمرأة لباسا في الصلاة غير يختلف عن لباس خارج الصلاة، فإنها في الصلاة كلها عورة إلا وجهها تكشفه عند محارمها وعند النساء في الصلاة، وإذا كان عندها رجال غير محارم فإنها تغطي جميع بدنها بما في ذلك الوجه. نعم.